طريقة عمل تشيز كيك نكهة الليمون الأخضر. 2 كوب بسكوت مطحون مع 5 معالق كبار سكر، بخلطهم بالشوكة. بضيف له 142 جرام زبدة سايحة وبخلطه. قالب تشيز كيك رشيته زيت وفردت ورق زبدة. بصب البسكوت بقالب التشيز كيك، بفرده بالقالب وبضغط عليه. بدخلها الفرن على حرارة 325 ل 15 دقيقة، وبعدين بطلعها واتركها تبرد. بحط بالخلاط 685 جرام جبنة كريمة و 200 جرام سكر. خلطهم 3 ل 4 دقائق. بصحن بخلط 4 بيضات و 2 صفار بيض وبرش ليمونة خضراء ومعلقة صغيرة فانيليا ومعلقتين صغار عصير ليمون أخضر. بضيف 95 جرام كريمة واتركهم ينخلطوا مع بعض. بلف قالب التشيز كيك بورق بلاستيك وبلف فوقها ورق قصدير. بحط قالب التشيز كيك بصينية أكبر. بصب خليط الكريمة بقالب التشيز كيك وبصب بالصينية مي مغلية لنصها تقريبا. بدخلها على الفرن على حرارة 325 لمدة ساعة تقريبا. بعد ساعة طلعتها من الفرن وبتركها لعين ما تبرد تماما. هلأ بطنجرة صغيرة على النار بحضر. حطيت 2 كوب من خليط التوت والفراولة أو أي نوع فواكه مجمدة بتفضلوها، معلقتين كبار ونص سكر، معلقتين كبار نشا ذوبتهم بشوية مي، بتركهم يغلوا. لما يصير معي كثيف بهذا الشكل بشيله على النار وبتركه يبرد. بصبه على التشيز كيك. هيك جهزت معي التشيز كيك. صحتين وعافية.